أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الإمارات، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على الدولة خلال يومي الأحد والاثنين، حيث تأثرت الدولة خلال ساعات يوم الأحد برياح جنوبية كانت محملة بكميات كبيرة من الغبار وتدنت الرؤية الأفقية في عموم مناطق البلاد، بسبب أن مصدر الرياح كان من منطقة الربع الخالي، وأيضا كانت هبات نشطة عملت على إثارة الأتربة والغبار وحملها نحو الدولة خلال يوم الأحد. لكن اعتبارا من ساعات ظهيرة ومساء يوم الأحد، يتوقع أن تتكاثر الغيوم متوسطة الارتفاع وأيضا يتخللها بعض الغيوم الركامية تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار في عموم مناطق الدولة. تبقى هذه الأجواء غير مستقرة مستمرة حتى ساعات يوم الاثنين، وبالتالي تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في عموم مناطق الدولة خلال ساعات ما قبل ظهيرة يوم الاثنين. لكن اعتبارا من ساعات ما بعد ظهيرة يوم الاثنين يميل الطقس للاستقرار وتهب رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض قليل على درجات الحرارة، وبالتالي يميل الطقس للاستقرار تدريجيا خلال ساعات ما بعد ظهيرة يوم الاثنين، ويستقر تماما خلال ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.